تحميل المسؤولية بشكل عام متاح للناس كله، لكن يلزمنا نشوفه في حادثة كما هذه زوز أسئلة لازم نطرحه. أولا تحديد المسؤولية لازم يكون بناء على معاينة وبناء على أن نشوف شنو اللي صار حقيقة. تبقى المسؤولية السياسية أكيد كل من نحكم البلاد، ولكن مش من الثورة اليوم، علاش ننساو اللي قبلها. كل من نحكم البلاد ولا سام في شأن العام، سام في القرار العام، وكان بإمكانه باش يعمل حاجة وما عملهاش، يتحمل جزء من المسؤولية. ولكن ما يلزمش نستغلوا أيضا كل حادثة تقع، وخاصة أنك تكون حادثة أليمة وفيها أرواح بشرية، ما يمكنش نحاول نستغلوها السياسيين.